لم تستطيع الحرب التي تشهدها مدينة تعز انتزاع العمل المدني من قلوب أبنائها، فإلى جانب تواجدهم في ميادين القتال تراهم يتواجدون في ميادين العمل المدني أيضا. كثيرة هي المبادرات والحملات الشبابية التي شهدتها مدينة تعز منذ شن الميليشيا حربا عليها. جسد واحد، حملة شبابية طوعية تأتي في سياق إسناد جبهة المدينة وتوفير الدعم اللازم لرجال المقاومة، وتتخذ من مدينة التربة جنوب تعز مقرا لها. الحملة أهدافها أهمها دعوة الجميع في الداخل والخارج للتفاعل من أجل من يبذلون أرواحهم في سبيل الكرامة والحرية والجمهورية. هذه الحملة الغرض منها حلقة وصل لرفد المقاومة الشعبية بالجانب المالي والجانب الطبي، تعزيزا لصمودها الأسطوري في مواجهة ميليشيات الحوثي. وكيل المحافظة رشاد الأكحلي حتى على تشجيع مثل هكذا مبادرات مجتمعية تهدف لتمتين العلاقة بين المقاومة وبين حاضنها الشعبي في طريق استعادة الدولة. المبادرات كلها لابد الآن أن تلتقي في هدف واحد هو دعم المقاومة. قد يشتد الحصار على المدينة ويشتد القصف على مساكنها وساكنيها، ولكنها تظل صامدة برجال مقاومتها وشبابها.